بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. وإحنا في هذه المناسبة، مناسبة تدشين هذه الكنيسة المباركة، وفي فترة صوم أمنا العذراء مريم، وهذه الأيام المقدسة التي نتذكر فيها أمنا العذراء مريم هذا الكنز من الفضائل. والنهاردة دشنا هذه الكنيسة المقدسة، والتدشين ليس حدث يخص الكنيسة فقط، ولكن يخص كل واحد فينا. في الصغر وعندما نلنا سر المعمودية، بعد سر المعمودية أخذنا سر الميرون المقدس، وفي سر الميرون اترشمنا ب36 رشم بزيت الميرون المقدس، فصار كل إنسان فينا هو مدشن. يعني صرت أنت مدشن لله، وصرت أنت مدشنة لله. وكلمة مدشن يعني مخصص، وكلمة مخصص يعني مكرس. وصار الإنسان حياته كلها تصير ملك لله. أمنا العذراء مريم اللي هي النموذج الحلو اللي بنحطه قدامنا كلنا، كانت أيضا إنسانا مكرسا ومدشنا لله ومخصصا له. عشان كده القديسة العذراء مريم بنتعلم منها. كل واحد فينا عنده قلب وعنده فكر وعنده إيد بتشتغل، والتلاتة دول هما اللي بيتدشنوا بالصورة اللي أحكي لكم عليها دلوقتي. أولاً أمنا العذراء مريم كانت صاحبة قلب مدشن لله، مخصص لله، قلبها كله بتاع ربنا، قلبها كله بتاع ربنا. وتدشين القلب له وسيلة مهمة جدا، هي الصلوات. كل مرة بنقف فيها في الصلاة احنا بندشن قلوبنا امام الله، وتصير قلوبنا مخصصة ومقدسة. كل ما بتصلي صلوات، سواء الصلوات الجماعية في القداس مثلا، أو في العشيات أو النهضات، أو الصلوات الفردية اللي بنصليها في البيت كل واحد، الصلوات دي زي الأجبية مثلا، أو زي الترانيم، أو زي الألحان، كل ده بيساهم أن يجعل قلبك مدشنا لله، ويصير قلبك كله بتاع ربنا. ما هي المشكلة إيه؟ إن الواحد فينا أحيان يحط في قلبه أفكار وحشة من العالم. الإنسان الشاطر اللي يطرد الأفكار الوحشة بالصلوات. وعايز أفكرك إن المسيح قال صلوا كل حين ولا تملوا، يعني صلوا على طول. يعني وانت واقفة في المطبخ وانت بتعملي الأكل ومشغولة طبعا في حاجة كويسة، انت قلبك مرفوع بصلوات لربنا. عندنا في الأديرة، الأديرة القبطية بتاعتنا من القرن الرابع الميلادي، بتستقبل آلاف من الناس كل يوم، وحسب تقليد الدير ان احنا لازم نقدم للي جاي من مشوار كبير، نقدم له لقمة أكل. وأبسط لقمة أكل هي عيش وفول. في حاجة تانية؟ ده أبسط حاجة. فتقوم يوم الدير يخلي أباء رهبان مخصوصين علشان يعملوا الفول ويخبزوا الخبز. يوم يعملوا الفول وهم بيعملوه عمالين يصلوا في المزامير. لو شفتوا المكان اللي بيعملوا فيه وقدر الفول الكتيرة، هتلاقي أبونا ماسك الأجبية في إيده الشمال وإيده اليمين عمالة تقلب أو تحط مية أو إلى آخره.
وبعد ما تيجي تاكل طبق الفول تقول ايه ده؟ طعمه ايه؟ طعمه حلو، مش كده؟ طعمه حلو. طب ما هو زي الفول اللي في اي حته، لكن ليه ده طعمه حلو؟ عشان معمول بالصلوات. عشان كده انت وانتي دشن قلبك دايما بالصلاه، خلي اسم ربنا في قلبك على طول. حتى في صلاه بنسميها الصلاه القصيره. ليه هي قصيره؟ 4-5 كلمات، ونكررها ونقول كده: يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. قولوا وياي: يا رب يسوع كمان مره. يظهر الستات اشطر من الرجاله هنا، هم اشطر ولا ايه؟ عايز اسمع صوتكم. ها، يا ربي. كده عندنا رجاله، مش كده؟ يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. الصلاه دي ممكن تعملها مئات المرات كل يوم، وانت طالع السلم، وانت نازل السلم، وانت بتركب وسيله المواصلات اللي هتوديك شغلك او مدرستك او كليتك، وانت في البيت بتقومي باعمال البيت: يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. دشن قلبك بالصلوات زي امنا العذراء، كانت عابده في الهيكل موجوده بتصلي، وفي اثناء صلواتها عشان ربنا فرحان بيها جات لها البشاره المقدسه: وها انت تحبلين وتلدين، ويجي منها المسيح وتصير، نسميها كده، العذراء أم النور والدة الإله. دي أول حاجة. الحاجة التانية، عشان وانت بتحضر التدشين النهاردة، اليوم المخصص ده واليوم الجميل، تقول: وانا مالي ومال التدشين ده؟ هم بيدشنوا الكنيسة وخلاص. لا، ده التدشين يخصك انت، فانت تدشن قلبك، لأن قلبك زي المذبح اللي قدامنا ده، تدشنه بالصلوات. نمرة 2، تدشن عقلك وفكرك بالقراءات، بقراءات الكتاب المقدس. عشان كده قبل ما بنبتدي القداس بنقعد نقرأ في البولس والكاثوليكون والابراكسيس والمزامير والإنجيل، كل ده تدشين للعقل. يبقى عقلك مليان بكلمة ربنا. عقلك، ما أحيانا الواحد يبقى عقله مليان بإيه؟ بحاجات وحشة، حاجات ملهاش معنى، يقعد مليان بالبتاع، الحاجات اللي بنشوفها في البتاع اللي في ايدينا الصغير ده، الحاجات اللي بنشوفها بعينينا، وتلاقي عقل الانسان مدوش وما فيهوش ذكر لله وبعيد عن ربي. عشان كده يغضب، لسانه يزلف كلام وحش، يتصرف تصرف وحش. عارف ليه؟ عشان عقلك فاضي، عقلك ما فيهوش كلمه ربنا. يقول كده ربنا يسوع المسيح: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. يعني كلمة الإنجيل بتديني روح وبتديني حياة، بتديني سلوك صح، تخليني أتكلم صح. في واحد ما يقدرش يقول أنا أخطيت أو أنا متأسف، ما يقدرش. عارفين ليه؟ عشان عقله فاضي من كلمة ربنا. لو عقله مليان بكلمة ربنا يقدر يقول كده، لأن المسيح نفسه هو بيغفر لنا خطايانا، وإحنا بنقول كده: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا. أنتوا حافظينها الحتة دي؟ طب قولوها كده كمان مرة: واغفر لنا. يعني تاخدوا 4 على 10 كمان مرة. ها، تاخدوا 3 على 10. ها ها، تشطروا: واغفر لنا ذنوبنا. تاخدوا كم على 10؟ 10 على 10. ماشي، يلا. حد دفع حاجة؟ مش كده بقى؟ مش انتوا اللي هتدفعوا؟ خلاص. يبقى كلمة ربنا تخلي عقلنا بيتصرف صح، بيتكلم صح. تلاقي ابنك في البيت لسانك هيقول له كلمة وحشة، يقوم كلمة ربنا تطلع على لسانك وما تقولش الكلمة الوحشة دي، مش كده؟
لاقي عقلك غضبان كده والعيال واللي بيعملوه الكلام ده، لاقي كلمة ربنا تهديكي كده وتديكي روح هدوء وروح سلام. واخدين بالكم؟ أمنا العذراء كانت كل حاجة تحفظها في قلبها وفي عقلها، تحفظ كل حاجة، والكلام بتاعها نسميه كلام النعمة. كلام النعمة ازاي؟ انها كل حاجة بتحفظها جواها وبتخلي عقلها مشغول بيها. يعني انت مثلا لو مليت عقلك بالاغاني اللي موجودة في العالم، ده بيغني كده ودي بتغني كده، هتكون النتيجة لما تروح السماء تبقى غريب، لان السماء ما فيهاش الاغاني دي. هتكون النتيجة ايه؟ هتبقى غريب، ما انتش عارف تقول حاجة، لسانك يبقى سامحني يعني في الكلام لسان أخرس. لما تتعلم كلمة ربنا وتتعلم الصلوات وتتعلم الترانيم وتتعلم المدايح، هتلاقي نفسك بتقول وبترنم مع السمائيين، وتلاقي الألحان اللي بنتعلمها على الأرض بنتعلمها في لما نكون في السماء، نقدر نرتل ونقول بيها. كلكم بتحفظوا ترانيم حلوة عن العذراء مريم، مش كده؟ وكلكم حافظين العليقة، مش كده برضو؟ وبتقولوها بنشاط، وطبعا هي مثال أم النور. قولوا وياي: العليقة التي رآها مثال أم النور، طوباها حملت جمر تسعة أشهر في أحشاء وهي عذراء. شوف بقى لما انت تمدح كده وتقول مدايح وتقول ترانيم وتقول ألحان، لما تبقى موجود في السماء هتقول ويا الملائكة، ما يبقاش لسانك أخرس. عشان كده املأ عقلك بكلمة ربنا. كلمة ربنا بتقراها؟ ما بتعرفش تقرا؟ في مسجلة حتى في الموبايل بتاعك، تلاقي عليه الإنجيل مسجل، تسمع وتحفظ وتتكلم. يعني كلمة ربنا أقراها وبعدين أحطها في عقلي وبعدين أتكلم بيها بلساني. دي الشطارة. لما تعمل كده يبقى عقلك مدشن لله. زي واحنا لما كنا بنصلي دلوقتي بنقول قراءات كتيرة علشان يبقى المذبح مدشن قدامنا. نمرة ثلاثة، انت دشنت القلب بالصلوات ودشنت العقل بالقراءات، فاضل تدشن الايد. الايد يعني العمل، بالأعمال، بالأعمال المقدسة. تعمل أعمال حلوة، تخدم الآخرين، تبقى شايل المسؤولية بتاعتك، ما تبقاش نايم وكسلان. أمنا العذراء مريم سمعت البشارة والملاك بيكلمها، فقال لها ده إليصابات قريبتك، هتبقى حامل. ياه، حامل؟ دي ست كبيرة، طب أنا لازم أروح أخدمها. ما حدش قال لأمنا العذراء مريم روحي اخدمي إليصابات. قامت بسرعة وراحت وقعدت ويا إليصابات عشان تخدمها، وهناك رفعت الصلاة بتاعتها الجميلة تعظم نفسي الرب. مش حافظينها انتوا، مش كده؟ تعظم. يعني مش حافظينها انتوا، واضح انكم مش حافظين. احسن العذراء تزعل منكم، انتوا كنيسة على اسم العذراء، مش كده؟ كل حاجة عن العذراء لازم تحفظوها، صح؟ تعظم نفسي الرب وتبتهج روح. التسبيحة دي 4-5 سطور نحفظها ونتكلم بيها ونصلي بيها، ان احنا نعمل اعمال الخدمة. يعني ايدك تدشن باعمال الخدمة، انك تخدم الاخرين وتبقى مسؤول، صح؟ وتبقى كلامك والفاظك واعمالك بتشهد ليك، وتبقى انسان كلك كده مدشن ومخصص لله. النهارده يوم مفرح، بندشن قلبنا
وندشن عقلنا وندشن أعمالنا بإيدينا، وبنشكر كل اللي تعبوا في الكنيسة بتاعتكم الجميلة دي. بصوا كده فوق، شايفين الكنيسة جميلة فوق إزاي، والأعمدة اللي فيها والأيقونات اللي على الحيطة شايفينها. بصوا كده الناحية اليمين، اليمين بتاعي أنا كده، ها، وشايفين حامل الأيقونات جميل إزاي ومعمول ومشغول، الخشب بتاعه حلو قوي. والناحية الشمال كله كده، شايفين الكنيسة حلوة إزاي. المفترض كل واحد فيكم يبقى حلو زي الكنيسة كده، لأنتوا أولاد وبنات الكنيسة، تبقى الكنيسة الجميلة تبقى منطبع عليكم أنتوا وعلى كل واحد فيكم. بنشكر نيافة أنبا إيلاريون على تعبه ومحبته وخدمته، وياه الأباء الكهنة الأحباء في هذه الكنيسة والأباء اللي في المنطقة كلها. وبنشكر الأباء اللي خدموا ورحلوا سبقونا على السماء، وطبعا بيشترك وياي الأحبار الأجلاء الأباء الأسقفة وأبونا الوكيل وكل الأباء الكهنة والشمامسة والخدام والخادمات وكل الأرخنة وكل اللي تعب في الكنيسة. في ناس تعبت بالصلاة، وفي ناس تعبت بالمجهود، وفي ناس تعبت بالتبرع، وفي ناس تعبت بالأفكار، وفي مهندسين اشتغلوا قعدوا تحت شرحوا لي كل التفاصيل بتاعة الكنيسة الجديدة والبلكون اللي فوق وكل التفاصيل الحلوة الهندسية لغاية ما بقت كنيسة جميلة وتصميمها رقيق خالص. وتهيأ اللي انتوا فرحانين بيها، مش كده؟ فرحانين بيها قد ايه؟ قد ايه يعني؟ لما تعبروا على كتير ده بالتسقيف كده، فعلا تبقوا فرحانين قوي. ربنا يديمها. وبنشكر كل المسؤولين اللي تعبوا، وبنشكر طبعا رجال الأمن اللي رتبوا اليوم ونظموا الدخول ونظموا المرور. بنشكر كل اللي تعبوا، ربنا يعوض الجميع في ملكوت السماوات ويبارك حياتكم كده دايما، ودايما نبقى فرحانين بيكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.